وأيضا راح نكمل بصباحنا لليوم ومكملين بفقراتنا، وفقرتنا الاجتماعية ما كتير بعيدة عن فقرتنا الصحية التوعوية. راح نحكي أيضا عن التوعية وأهمية التوعية الاجتماعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي. دائما بأي مرض ممكن ينصاب فيه الإنسان بنقول في جزئين من العلاج أو مرحلتين مهمين بحياة هذا الإنسان، جزء طبي وعلمي وجزء اجتماعي ودعم نفسي. اليوم رح نحكي عن الدعم النفسي وأهمية طبعا هذا الدعم بما يقدمه للأشخاص المصابين بسرطان الثدي منه الشخص نفسه وأيضا من المحيط. كل هالمعلومات رح تحكي لنا عنها بالتفصيل الاختصاصية الاجتماعية رندا عليدي. بيسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش، يعني نحن كل سنة بنقول بسرطان الثدي وخصوصا بهذا الشهر أنه في كتير مصطلحات اجتماعية لازم تتغير بالبداية لحتى نقدر نصير أفضل ولحتى كل سيدة تقدر تساعد نفسها. يمكن هلأ بطلنا نقول هداك المرض، تمام. صار في كتير ناس، مع أنه لسه في أغلبية بتقول يي بعيد الشر لا تفاولي على حالك هداك المرض وهي التعبير، ولكن بالحقيقة هو مرض مثل أي مرض ممكن ينصاب فيه الإنسان. خلينا نحكي عن المصطلحات الاجتماعية وبعدها نبلش شوي شوي. تماما، مثل ما ذكرتي دائما نحن في عنا ردود فعل بتكون شوي مبالغ فيها. دائما نحن انا بقول لهم دائما بكل مرض في له هاله، هي الهاله هي اللي بتعمل المرض اكثر من اعراض المرض تماما. نفسه. وللاسف هي الهاله دائما بيزرع المحيط قبل الشخص نفسه، يعني قبل ما بيكون هو المريض عنده مثلا أعراض معينة، بلش تغيرات معينة تصير فيه، بصير هو تلقائيا نفسيا بتتعب نفسيته، بالتالي بيأثر على مناعته أكثر. فما بالك كيف ما يكون المحيط عم بيستخدم مفردات أو ردود فعل أو تعابير بوشه أو حتى بطريقة معاملته، قد ممكن هذا يأثر سلبا ويزيد المشكلة. مثل ما ذكرت المصطلحات هي بترجع للثقافة وبترجع لقلة الوعي، مثل ما حكينا دائما لازم يكون في وعي أكثر. في فترات دائما بعد عمر معين لازم يكون في فحص دوري دائما، اي شيء كشف مبكر عن اي مرض بغض النظر. انا بقول لهم شو ما كان متى ما نحن كنا اول باول الحل رح بيكون اسهل ورح بيكون طريقه التعامل معه وحتى الصدمه لما بدها تتلقى الخبر بيكون اخف بكثير ما يكون المرض متقدم. فهذا الوعي اللي هلا عم بينتشر بطريقه كثير افضل، للاسف عم بينتشر لانه كمان المرض منتشر اكثر، يعني صرنا كثير عم نسمع اكثر من اول. يمكن عم نسمع لانه هو كان هلا صار الوعي زايد، فصارت العالم عم تحكي بطريقه طبيعية عادي أكتر. تماما، صارت عم تتقبل انها تحكي او تقول انا شو عندي مشكله. فهذا كله بيندرج بهذا السياق المصطلحات مثل ما ذكرتيها، هداك المرض بعيد من هون. فحتى نحن انت عم تقولي للمريض انه وقت بيقول لك انا معي كذا فبتقولي له يبعد من هون او شفا، هي ردود الفعل المباشره اللي هي فطريه بتطلع انه هو لازم نعمل كنترول عليها، وهي بصير بالوعي بالثقافه اللي عم ننشرها اكيد من خلالكم. اكيد. طب استاذه رندا خلينا نحكي كمان، دائما يعني خليني اقول تلقي الصدمة هو جزء كتير كبير. أي إنسان بيحس حاله مريض اليوم إذا بيتعب شوي نفسيته بتتعب، إذا ظهره بيوجعه بيصير عنده اكتئاب، إذا بيتغير الطقس والجو بيصير عنده شوية مثل ما بيصير هلأ فينا تماما بيصير عنده اكتئاب. فكيف لما بيحس حاله داخل بخليني أقول صراع مع مرض ممكن يكون صعب وممكن يكون علاجه مو دائما 100% رح تكون نتائجه موثوق منها، فخلينا نحكي عن مرحلة مرحلة قبل ما نفوت بالعلاج والدعم والمحيط، نحكي عن تقبل البداية الإصابة. هون شو دور الدعم الاجتماعي إن كان للشخص الطبيب ممكن يقدمه المحيط؟ للأسف أول نقطة عم بتكون بتلقي الصدمة للمريض هو من الطبيب نفسه. تمام. للأسف نحن لما يختص طبيب معين بمرض معين خصوصي بهيك اختصاصات حساسة ما عم بيكون متوجهين له من الناحية النفسية، عم نلاقي جزء مهم من الأطباء ما عم تعرف تعطي التوصيف المرضي للمريض بطريقة محببة أو بطريقة لطيفة أو بطريقة أحيانا بيكون ما في شيء. إحنا مثلا مرة من المرات كانت يعني كان في شك
خليني اقول لك 40% بالحاله، ولكن الطبيب كيف قال للمريضه تروح تفحص حالها او خلاها تخاف وخلاها تعيش الصدمه وهي طلع ما معها شيء. ففي نقطه اوليه اساسيه هي بطريقه الطبيب بنقل الحاله المرضيه والمعلومه للمريض. لازم يكون يعني بكل وضوح بكل شفافيه، وبنفس الوقت بدون هالتعابير المخيفه او مثل واحد انه خلص سكرت الحياه بوشه. هي ابدا مو هيك، هو مرض مثل اي مرض لازم تتعايش معه وكل المحيط يساعدها بهذا الموضوع. في المرحلة الثانية، نحن أول مرحلة من الصدمة هي لما بتتلقاها هي بتكون في جمود، فهي إنه بين مصدق إنه أنا صاير معي مشكلة أو وبين إنه أنا مالي مصدق، حيكون في استشارة لأكثر من طبيب لبين ما يتأكد من هذا المرض. هون بقى بنعيش مرحلة ثانية هي حالة خوف، الخوف من المجهول. فكتير مهم أنا أوضح خطوات العلاج سواء كان من طرف طبيب أو من طرف الشخص القريب الملازم للمريض. دائما بيكون في خطة علاجية تكون كتير واضحة وتعطي الأبعاد. نحن دائما مثل ما يعني هي بدي أقول لك سلاح ذو حدين، إنه أنا وقت بدي أقول له لا أكيد في علاج وأكيد خلص شفاء 100%، فهذا الامل الاكيد هو أكيد يعني مو كثير صح. وبنفس الوقت لما انا بدي اقول له لا خلص طريقك مسدود وما في علاج وانت خلص يعني لازم تتعايش مع مرضك وتعيش هاليومين اللي بقى يعني لك، فهي المصطلحات تماما مضرة تماما سلبي. سواء كان الامل بشكل كامل وسواء كان تسكر انه ما في يأس كامل. لازم يكون في توازن، لازم يكون في منطقية بالموضوع. كثير مهم نتعايش مع الفكرة. بننتقل لمرحلة ثانية لما بيكون بتبلش بقى مرحلة العلاج تماما. ممكن يظهر في كثير أعراض جسدية تبين، يهر الشعر، يصير في نحف معين، اضطرابات معينة، ما تقعد تقدر تاكل الأكل اللي بتقدر تاكله، يتغير نظام حياتها. هون كتير مهم ان المحيط اللي حولها يخفف العبء المهام، خصوصي اذا مرأة بيكون في عندها كتير مهام صحيح بتقوم فيها ولها دور كتير فعال. فاحيانا ما راح اقول لك الشفقه، راح اقول لك مثلا انه انت ما تعملي هذا الموضوع صعب عليكي. فببلش بقى ينسحب منها مهام هي برأيها هي محور حياتها. فلازم يكون هذا الموضوع مدروس، لازم يكون في تقسيم مهام معينة يفضل هي اللي تقترحها، انه انا حاليا بهي الفترة مثلا ما فيني اطلع معكم هذا المكان لانه مناعتي مثلا شوي منخفضة. يفضل هي يكون بهذا الوعي لحتى تعرف هي تختار الانسب لها بدون ما يتعب لنفسيتها. دائما يعني يمكن قلتي جمله كثير مهمه استاذه رندا بدي اوقف عندها. تفضلي. اللي هي التفريق بين الشفقه وبين المحبه. يعني اكيد اي انسان بيكون مريض بحاجه لكميه كبيره من المحبه والدعم النفسي، انه المحبه حلوه وبتساعد على الشفاء اكيد، بس الشفقه يمكن تعطي مفعول عكسي. يعني لما الواحد يحس حاله انه هي النظره هي نظره شفقه، فمثل ما بيقولوا بتعز عليه نفسه، يمكن يكابر بشكل غلط وتؤدي هذا الشيء تعطي سلبي. فخلينا نميز بانه ايه نحن عندنا تصرفات اجتماعيه موجوده ممكن نعملها بالفطره من دون ما نحس، ولكن ممكن يكون لها تاثير سلبي على نفسيه المريض. اعطيكي مثال، مثلا ممكن تكون رفيقه ما بت يعني بتعرفيها ما بتحكي معك او شيء، وبتسمع مثلا انه صار في مشكلة معينة أو مرض معين، فبتتصل إنه يا حرام شو صار معك. فبيكون كل محور التليفون اللي هي مثلا برأيها واجب عم تعمله أو هي من باب المحبة أو من باب الاهتمام، ولكن هو كله عن المرض، عن شو بدك تعملي. نستخدم مصطلحات تانية إنه أنا لو كنت بدالك، ما حدا بيكون بدال حدا أبدا. بتعطي بقى النصائح وشو لازم تعمل، وهو يمكن يكون المريض ماله في عنده خطة معينة ماشي عليها، ما في ياخذ بآراء الناس اللي صاروا كلهم أطباء وبدهم يرجلوا. فهذا الفرق.
ما بين انه فجأة يظهر لك حدا انه يصير بقى بده يهتم وبده يحكي، كيف بيكون ما يكون في شفقة؟ انه انا مثلا لما بدي اروح لعند يكون صديقة مريض او بيقربني او كتير قريب مني، فانا بطلعه من دائرة المرض من هي كتير حلو انه انا حافظ له على نشاط بيقدر يقوم فيه ضمن امكانياته اللي هو خلال خطة العلاج. كتير مهم اسند له مهام يقدر يعملها، يحس بمكانته، ما يحس انه خلص خلصت الحياة هون. دائما يكون في غذاء معين كلياتنا نتشارك فيه، مو بس هو. نسمع كتير انه في ناس مثلا قصوا شعرهم تماما. يمكن من يومين كان امبارح كان معنا تقرير من محافظة حمص، وكان ايضا نشاط لاحد الفعاليات ومعهم قاموا سيدات بقص شعرهم بمناسبة طبعا التوعية لسرطان الثدي. تماما. في كمان هلا في كثير اشياء مثلا بيهروا الرموش، ممكن الحواجب او شيء، في اشياء تجميليه بتصير مو غلط ابدا اذا هذا بيدعمها، كهي لما بدها توقف على المرايه او ما في ابدا اي مانع لانه تقوم بهذا الاجراء وتعمله. دائما يكون في بدائل، دائما يكون في مثل ما ذكرنا نشاط دائم يومي تعمله تكون قدرانه تقوم فيه. بعد خطة العلاج بيكون في فترات ترميم معينة لازم الكل يساعده فيها، كتير مهم الزوج ياخد يكون هو الداعم الأساسي والأول، ما يهم مشى ما يكون، أو دائما أحيانا بتكون الشفقة بتظهر بطريقة أنه يلا أنت خليكي ما تعملي شيء، فهو هي بتعتبره تهميش أو بتعتبره أنه هو بيكون خوفا عليها. تماماً، ولكن هي تماما كتير حلو يوضح المشاعر، وكتير حلو أنه نحن نحاور المريض. أحيانا في نوع من انواع العلاج هي بالقراءه، انه انا ممكن كثير اذا كانت هي من الناس اللي بتحب تقرا المثقفه، تقرا تشوف حالات مرقت بهذا المرض وطلعت منه. في كثير على اليوتيوب في كثير هيك قصص بيذكروا حالات صارت معهم وطلعوا منها، بالعكس طلعوا اقوى. دائما انا بقول لهم تحط اهداف، انه انا بعد هاي المرحله اللي راح تخلص شو بدي اعمل، فتحطها وتبلش تاسس لها من هلا بطرق بسيطه. دائما الاطفال اذا كان عندها اولاد او شيء باعمار واعيين، فحلو يقدموا لها هذا الدعم، ولو مثلا انه بكاسه مي مثلا ممكن يجيبوا لها، او مثلا يكونوا كلهم متذكرين موعد ادويتها. فهي الامور ما بتحس حالها مهمشه، بتحس بعنايه معينه بعيدا عن الشفقه، بنفس الوقت بتحس في تبادل بالحياه، دائما هذا بيعطيها امل ودافع لانها تستمر، لانه دائما الجانب النفسي كثير مهم لحتى خصوصي بهذا النوع من المرض، كثير مهم لانه يقويها وتقوى مناعتها لتقدر تقاوم وترجع تبدا من جديد. اكيد. هلا نحن حكينا يمكن بجزء كثير كبير عن السيده نفسها او الصبيه نفسها، خلينا نحكي شوي بالتفصيل اكثر عن المحيط وعن المراحل اللي هو ممكن يكون لها دور كثير كبير بالدعم من المحيط نفسه، يعني مع الاختلاف اذا كانت صبيه أهلها بالبيت، وإذا كانت سيدة متزوجة زوجها وعائلتها وأولادها، كل هذا المحيط هو له دور كتير كبير برحلة العلاج. في نقطة هلا ذكرتيني فيها، نحن في عنا موضوع الدعم والإرشاد الجماعي، هذا للأسف نحن ما عنا يا بمراكز أو بأماكن، كتير حلو نتوجه بهذا الوعي لهذا الموضوع، مثل ما ذكرتي بتكون موجود الصبية وبتكون موجودة السيدة اللي عندها جامعة اللي عندها عائلة، ولكن اللي بيجمعهم هو هذا المرض، اللي بيجمعهم هو هاي الهالة اللي نحن فكل واحدة بتحكي تجربتها من الواقع. صحيح. بتكون مؤلفة من 5 لـ6 سيدات أو صبايا ومعهم المشرف، فهو بيدير الحوار، وهي كل حدا منهم تحكي مشكلتها وبتحكي تجربتها، وبتحكي حتى المحيط انه مين دعمها، هل هو زوجها اللي كانت داعم لها، هل هو ابوها، هل هو والدتها. دائما نحن في حلقات مفرغه بتكون بين بالعلاقات الاسريه بين البنت وامها، بين الاخت واختها، بين الست وزوجها، بيكون في حلقات مفرغه ما بتتعبى بالحوار، دائما في اشياء مخبايه، احيانا كثير المريض بيكون بخاف على بيكون هو بخاف اكثر
اكثر على صحيح. عائلته، فهو ما بيقول لهم شو صاير معه. كمان هي طريقة ردود الفعل اللي بنرجع اللي بدينا فيها حديثنا هي كتير مهمة، لحتى أنا كمريضة أقدر أقول إنه أنا إذا جيت حكيت لوالدتي إنه أنا عندي هي، أعرفها إنه هي داعم اللي ما حتتعب، أو إذا أنا رحت لزوجي وقلت له إنه أنا عندي هي المشكلة بدي مساعدتك، أقدر أطلب المساعدة أساساً منه أو تكون أنت الداعم اللي أعرف إنه حلاقي الجواب اللي أنا بدي إياه، لا جواب بالشفقة ولا بالقساوة. فهذا الوعي أنا كتير باخده من هاي المجموعات الإرشادية الجماعية اللي لازم عن جد تكون، مو بس بمرض السرطان، بكل شيء مشاكل لازم يكون عندنا هذا الثقافة بالإرشاد الجماعي. للأسف نحن ما عندنا الجرأة لأنه نتواجد كمجموعة ونحكي بمشكلة واحدة، يفضل انه يا ريت يكون في هذا الوعي للارشاد الجماعي. اكيد، ودائما المشاركه بتعطي نتائج تماماً ايجابيه، ايد لحالها ما بتسقف. أكيد. شكرا لك كثير الاختصاصيه رندا علي ديب على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها لليوم، واكيد بنتمنى نكون قدمنا من خلال الفقره الاولى والفقره الثانيه ايضا بعض المعلومات المفيده ان كان طبيا وان كان اجتماعيا.